صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 14 لسنة 2023 بتعيين مدير في وزارة العمل، وذلك بناء على عرض وزير العمل. جاء فيه المادة الأولى: يعين السيد عصام إسماعيل العلوي مديرا لإدارة تنمية القوى العاملة في وزارة العمل.